دعم المرأة ونهوضها أحد أبرز اهتمامات مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي السويد. وتأتي ورشة تحليل بيانات الدراسة حول التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمراهقين والفتيات والنساء لصالح عدد من المشاركين من بوركينا فاسو، ساحل العاج، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد. يوسف أوار النساء المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي تحدث عن أهمية هذه الورشة وقال إنها تدعم سياسة الدولة في تمكين المرأة. أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان جوان دي أوديا فقد حيد الجهود التي يبذلها مشروع السويد في تمكين ودعم المرأة على المستوى الأقليمي، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه النساء. وأكدت أن أكثر من 300 ألف من المراهقات معرضات لترك الدراسة وفقا لأحصائيات عدت في هذا الشأن. وفقا لممثل البنك الدولي في تشاد وبكر السيديكي، إن نتائج عملية تحليل البيانات هذه ستكون قادرة على توفير المعلومات مع الأدلة الداعمة حول التأثيرات الناجمة عن تدخلات سويد من حيث التحولات الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على العائد الديموغرافي، معبرا عن استعداد مجموعة البنك الدولي لمواصلة تقديم الدعم للمستفيدات من تدخلات مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي. بالنسبة لأبولين موديلباي الأمينة العامة لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة، إن مشروع السويد أهرز تقدما كبيرا في بلدان الساحل وبخاصة فيما يتعلق بالصحة الإيجابية وتمكين المرأة والحصول على الخدمات الصحية للسكان الأكثر ضعفا. وأن ورشة العمل التحليلية الأقليمية هذه تسمح على تحليل البيانات وتفسيرها، فضلا عن استخلاص الدروس العملية منها لتعديل وتعزيز استراتيجيات التدخل. وقالت إن تشاد بحاجة إلى تعميق الفهم للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها مشروع السويد. هذا وقد يستفيد المشاركون من خلال هذه الورشة معلومات مستفيضة تدعمهم في تحليل البيانات المتعلقة بتنمية وتمكين المرأة في منطقة الساحل الذي يخطيه مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي سويد.